هنحتاج للكراميل نص كوباية سكر، ربع كوباية مية. تمام، دي مقادير الكراميل اللي بيبقى معانا اول حاجة في ارضية الصينية. اما الكريم كراميل هيبقى عبارة عن نص لتر من الحليب، نص كوباية من السكر، اربع بيضات، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. الكيك بقى هيكون مقاديره كوباية دقيق منخول، ربع كوباية من الكاكاو الخام المنخول، اتنين بيضة، معلقة صغيرة من الفانيليا، ونص كوباية زيت، ونص كوباية حليب، معلقة كبيرة من الخل، نص كوباية سكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. دي كده مقادير كيكتنا النهاردة، كيكة الكريم كراميل أو زي ما بتتسمى قدرة قادر. وقدرة قادر بقى هقول لكم اتسمت كده ليه بس واحنا شغالين. تعالوا بينا يلا حاطين، نحط طاسة كده على النار. يفضل في الطاسة اللي هعمل فيها الكراميل ان هي تكون من الالومنيوم او الاستانلس علشان تبين لي لون الكراميل شكله ايه، لان لو اشتغلت في طاسة غامقة لون الكراميل مش هيبقى واضح معايا، ومش هعرف بقى اذا كان اغمق ولا مغمقش. فعلشان كده يفضل الطاسة الاستانلس. والمقادير معانا لسه على الهواء اهو. تعالوا بينا بقى، احنا حطينا طاسة على النار علشان تسخن، نحط فيها السكر اللي احنا هنعمله كراميل. عندي حوالي ربع كوباية بقى من المية، لما اجي احطها على السكر هبتدي احطها كده على الجوانب. ليه؟ علشان لو انا طرطشت وانا بحط السكر على اطراف الطاسة فبنزله بالمية علشان ما يرجعش يسكر مني تاني الكراميل. تمام، دي خطوة مهمة جدا. هسيب بقى السكر عمال يمتص في المية، وتبتدي السخونية بتاعت البوتاجاز تبتدي تخلي بقى السكر يسيح ويدوب ويبتدي يلون معانا. تعالوا بينا نتكلم بقى على القالب. فين القالب يا جماعة؟ ما دخلتوش برضو صح؟ طيب دخلوا لي القالب. قالب الكريم كراميل او كيكة الكريم كراميل مش بيدهن، مش ضروري خالص خالص ان هو يدهن. قالب الومنيوم عادي جدا، يفضل ان هو ما يكون مفرغ من النص. عارفين القوالب اللي هي بتبقى مفرغة من النص؟ ممكن كمان نعمله في قالب عادي، مفيش مشكلة خالص. تمام، قالب بالشكل ده بدون مدهن اي حاجة خالص خالص هنشتغل فيه على طول. فرننا مشغلينه على درجة حرارة 180 عادي جدا زي اي كيك. حط في الفرن صاج، الصاج ده فيه مية. تمام، الشبكة في النص والصاج فيه مية علشان هنسوي كيكة الكريم كراميل او قدرة قادر في حمام مائي، يعني هنحطها في صاج اكبر منها يكون فيه مية بتغلي. ده ضروري جدا لتسوية كيكة قدرة قادر. تمام، هيبدأ معانا اهو السكر يبتدي بقى المية تغلي والسكر يدوب ويبتدي يشتغل. تعالوا في التوقيت ده نجهز مع بعض الكريم كراميل. وعندي هنا شغلي النهارده كله في الخلاط، فالكيك النهارده هتبقى سهله بالنسبه لي جدا جدا. عندي نص لتر من الحليب، يعني حوالي كوبايتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اربع بيضات، بنستخدم دايما في الحلويات البيض الاحمر او الابيض مش البلدي علشان بيبقى حجمه صغير، طبعا ده بيفرق معايا جدا جدا في المقادير. ادي البيض، هضيف كمان نص كوباية من السكر، عندنا كمان الفانيليا طبعا علشان ريحة البيض. يبقى تاني في الخلاط حطينا نص لتر من الحليب، اربع بيضات، معلقة صغيرة من الفانيليا، وحطينا نص كوباية من السكر. اربع مكونات حطيناهم في الخلاط. تعالوا بينا بقى نضرب الكلام ده كويس قوي. خلصنا خلاص، خلطنا كل المكونات مع بعض في الخلاط كويس جدا جدا.
علشان ما يبقاش فيه اي عروق للبيض، الكلام ده كله يبقى كله خلاص بقى كريمي جدا جدا. بيبقى عندنا بقى رغاوي على الوش. الرغاوي دي لو فضلنا سايبينها بتعمل ايه بقى في الكريم كراميل، سواء بعمل كريم كراميل بس او بعمل قدرة قادر، بتخلي الكريم كراميل نفسه مفرغ، فيه فجوات، فيه فتحات كده، وده احنا طبعا مش عايزينه. علشان كده لازم نصفي الخليط. فتعالوا بينا نجيب كده ايه، انا مش عايزه اعمل مواعين كتير عشان في البيت تعملوا زيي، انا هستنى هسيبه زي ما هو كده وهصفيه على طول في القالب. تمام، هجيب بس ايه معلقه كده عشان نبتدي نقلب مع بعض السكر. احنا كده بنكرمل السكر. عايزين بقى السكر المكرمل ده ياخد لون ذهبي غامق بس ما يتحرقش، لانه لما بيتحرق بيدينا طعم مر جدا مش محبب. خليه بقى كده على النار يتكرمل براحته، وايدي القالب المفتوح هوريه لكم برده عشان اقول لكم ان كلكم مطلق الحريه تستخدموا اني قالب في الاثنين اللي قدامنا دول، قالب عادي مقفول ومسطح يعني الارتفاع بتاعه صغير، او قالب عالي يكون مفرغ من النص بالشكل ده زي ما انتم حابين. الاثنين هيطلعوا لكم نتيجه حلوه جدا. انا افضل اشتغل فيها دلوقتي. هنستنى بقى، مش هنعمل حاجه غير لما الكراميل ياخد اللون ويبقى لونه ذهبي كده، علشان ابتدي افرغه الاول في القالب علشان نفرغ فوقيه الكريم كراميل اللي احنا ضربناه في الخلاط. هنا بقى لازم تكوني مصحصحه بقى للكريم كراميل. اول ما يعمل الرغاوي البيضه اللي انتم شايفينها دي اعرفي ان هو خلاص ابتدى يستوي. مجرد ان هو يبتدي يستوي هتلاقيه على طول بدا يلون، ياخد اللون اوف وايت، بيج، ذهبي، ذهبي غامق. فلازم تكوني على طول متابعاه لغايه ما ياخد اللون التمام. احنا مش هنطلع غير لما نخلي ياخد اللون كده ونشوفه مع بعض. السكر ده تماما. عايزه احضر بقى مصفه تكون ضيقه علشان اصب فيها. لازم مصفه تكون ضيقه جدا علشان لما اجي اصب الكريم كراميل احجز الرغوه اللي معانا. زي ما قلت لكم الرغوه ليها عامل بيؤثر على شكل الكريم كراميل، ما بيطلعش معايا كده ناعم كده واملس كده، لا بيطلع فيه فجوات ونتوءات كده بسبب الرغاوي اللي احنا بنسيبها فيه. فعلشان كده لازم نتخلص من الرغاوي دي تماما علشان يطلع معاكي كده كريم كراميل كده ناعم جدا جدا وكريمي جدا جدا. بدأت اهو الكراميل يبدأ يلون معانا. حرك بقى من وقت للتاني، بدأ ياخد لون اصفر، هيبتدي يغمق اكتر واكتر. هوريكم دلوقتي اللون اللي المفروض نرفع بقى منه او نرفعه من على النار علشان نبتدي نحطه في القالب بتاعنا. اسمحوا لي اقلب بقى كده عشان بدأ يلون من ناحية وناحية. لأ مجرد ان هو يبدا يلون كده اعرفي انه خلاص ما بيقعدش، يعني ما ينفعش تبعدي عنه لحظه، خلاص بيبتدي يلون بسرعه بسرعه بقى. دايما وانت بتعملي بقى يعني نصيحه دايما بقولها، وانت بتعملي اي كراميل وكده يفضل انك انت تبقي في المطبخ كده لوحدك بعيد عن الاطفال والدربكه اللي بيبقوا عاملينها في المطبخ، علشان لا قدر الله اللسعه بتاعه الكراميل دي بتبقى رهيبه. فنبقى كده رايقين كده وبنعمله على هداوه. شايفين اللون بدا يلون معانا ازاي؟ لونه حلو قوي. خلاص فاضل له يعني ثواني معدوده عشان اشيله. بصوا بقى معايا اللون ده، شايفين هو ده اللون اللي احنا محتاجينه. ما تغمقيش اكتر من كده علشان لما بيغمق اكتر من كده بيمرر زي ما قلنا. بسم الله. وننزل بقى في القالب اللي احنا هنشتغل فيه وندخله الفرن نوزع بقى. حلو قوي. خلاص صبينا الكراميل
وزعناه كويس في القالب. خلاص دي اول خطوه دايما بنعملها، يعني قبل ما نعمل اي حاجه بنعمل الكراميل ونحطه في القالب ونسيبه بيربط بقى ويهدى كده، وبعدين نعمل مع بعض الكريم كراميل في الخلاط زي ما شوف. بعد ما عملنا الكراميل خلاص وتماسك كده والدنيا تمام، واحنا كنا عاملين الكريم كراميل في الخلاط، تعالوا بينا بقى نصفيه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول بقى ناخد السايل بس بدون الرغاوي، نحجز الرغاوي قلت لكم ليه، علشان تطلع معاكي كده ناعمه ما يبقاش فيها ايه فجوات كده وخرام كده وحاجات شكلها مش حلو. بصوا الرغاوي كلها هنا اهي، بصوا معايا كده باينه في الخلاط، بصوا كل اللي فاضل ده الرغاوي مش عايزينها، وخدنا الكريم كراميل اللي هيطلع بقى خطير ان شاء الله. تعالوا بينا بقى ايه، لا احنا محتاجين الخلاط، انا اروح افضيه وتعالوا بينا في نفس الخلاط. شوف بقى توفيرا للمواعين كمان، في نفس الخلاط وفي نفس مكان ما عملنا الكريم كراميل هنعمل الكيك. تعالوا بينا بقى نحط البيضتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا فرغت الرغاوي او فضيت الرغاوي منه، وهحط نص كوبايه من الزيت كده احنا بنعمل الكيك، وهحط كمان الحليب، السكر نص كوبايه، هحط نص كوبايه حليب ودي نص كوبايه سكر، الفانيليا، معلقه الخل عشان ما يبقاش فيه اي ريحه زفاره، رشه بسيطه خالص من الملح على طرف المعلقه، ونقلب او نقلب ده كله مع بعضه ونخلطه مع بعضه كويس قوي. يلا بينا. قوي قوي لغايه ما نلاقي ان السكر اللي احنا حطيناه داب ضروري. وبتعرفي ازاي؟ لما بتفتحي كده وتطلعي بالمعلقه بالشكل ده كده، وتشوفي بقى خلاص ما بقاش فيه حبيبات السكر تلاشت تماما، فاحنا كده 10 على 10. ضربنا خليط الكيك في الخلاط وده بيدينا نتيجه مميزه وهشه جدا للكيك في نفس الدور اللي احنا عملنا فيه الكريم كراميل. فاضل معايا من مقادير الكيك الدقيق المنخول والكاكاو المنخول، هنا كوبايه من الدقيق ربع كوبايه من الكاكاو الخام، وعندي معلقه البيكنج باودر، هقلبهم مع بعض وانزل عليهم بقى الخليط السايل. بسم الله الرحمن الرحيم. مقادير قدرة قادر نزلت تاني معانا على الشاشة عشان اللي عايز يصورها او يكتبها. ده كده خلاص خليط الكيك بنقلبه مع بعضه عشان يكون جاهز معانا ان احنا نفضيه بقى على الخليط اللي في القالب اللي هو كان طبقة من الكراميل، وبعدين حطينا الكريم كراميل، وادي الكيك خلصنا. خلاص ما بقاش فيه اي تكتلات، يعني المكونات تجانست تماما مع بعض، فاحنا كده جاهزين ان احنا ننزل الخليط. وهنا بقى نعرف تسمية قدرة قادر جت منين؟ زي ما انتم شايفين خليط الكيك تقيل تمام؟ فلما يجي ينزل
هنا خليط الكراميل اللي احنا كنا عاملينه والكريم كراميل اللي احنا كنا ضاربينه في الخلاط، الخليط خفيف. ايه اللي بيحصل؟ ان خليط الكيك بينزل يركز تحت، يعني ينزل تحت في الارضيه. الله، طيب بعد ما بتطلع من الفرن بنلاقي بقى حاجه مختلفه تماما، بنلاقي ان الكيك بقت فوق خالص وتحتيها الكريم كراميل وتحتيهم الكراميل. ايه اللي حصل؟ بقدره قادر بقى اتحولت واتقلبت الدنيا، واللي فوق جه تحت واللي تحت جه فوق، علشان كده اتسمت قدره قادر. خلصنا خلاص الدنيا تمام، بينا يلا على طول على الفرن. زي ما قلت لكم الفرن فيه صاج، فيه ميه مغليه، انا هزودها بس شويه. وندخل بقى الكيك بتاعتنا الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد قد ايه؟ هتقعد حوالي من 45 دقيقة ل 55 دقيقة على حسب القالب، يعني لو قالب مفرود هتقعد 45 دقيقة، لو قالب عالي تاخد 55 دقيقة. تمام، هدخلها ومعانا تليفون. الو، شفت ما زي حضرتك. اهلا اهلا، ازيك يا فوزية؟ الحمد لله، نوراني. تسلم ايد حضرتك والله. تسلمي يا روحي، تسلمي، كلك ذوق. انا كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي يا روحي، معاكي. انا دايما لما بعمل قدره القادر طبقه الكراميل اللي بتبقى فوق دي مش بتطلع مظبوطه، بتلزق في الصاج او مش بتطلع مظبوطه مني. حلو قوي. طبقه الكريم كراميل بتلزق مش كده، ولا الكراميل بتلزق؟ ولا الكراميل اللي هو السكر اللي كان في الاول؟ لا، طبقه الكريم كراميل كلها. هقول لك بقى، هقول لك الموضوع ايه. اولا المقادير لازم تظبطيها زي ما احنا ظبطينها، المقادير اللي احنا عاملينها دي 10 على 10، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا زي ما قلت لكم كده يبقى في طبقه من الكراميل اللي احنا سيحناه في البدايه، طبقه محترمه، يعني نص كوبايه سكر زي ما احنا عملنا، او ممكن تزودي كمان شويه بحيث ان يبقى في طبقه هي بتساعد ان الكراميل يحجز كده الحراره عن الكريم كراميل، ما يلزقش في الصينيه. تمام، يبقى طبقه الكراميل اللي هو السكر المتحمر ده على النار، ده بيخلي يعمل كده حاجز ما بينه وما بين الصينيه، فالكريم كراميل ما يلزقش معانا، دي حاجه. تمام، حاجه كمان، لما نيجي بقى نقدم الكريم كراميل او قدره قادر، ما ينفعش ان احنا نقلبها كده، لازم يا نحطها بعد ما تبرد، طبعا هي بتطلع من الفرن بنسيبها تبرد وبعدين بدخلها الثلاجه 3 4 ساعات تسقع تماما، وبعد كده علشان افضيها بقى هنا التريكة اللي بنقول عليها، يا اما تجيبي صينيه فيها ميه مغليه وتسيبي فيها بقى القدره قادر بحيث ان هي تسيح معاكي طبقه الكراميل اللي تحت، فتنزل لك قدره قادر كلها مستويه ومظبوطه وما تلزقش ولا اي حاجه، او انك تاخديها على البوتاجاز بالراحه كده تحركيها دقيقه على النار كده برضو علشان نسيح طبقه الكراميل اللي تحت. ده ضروري جدا عشان لما تيجي تقلبيها يكون الكراميل ساح فتنزل معاكي بكل سهوله، لا تتفتت ولا تتكسر. بس زي ما قلت لك اهم حاجه تطلع من الفرن تبرد في درجة الحرارة العادية، وبعد كده تخش التلاجة 3 4 ساعات على الأقل علشان تسقع، فلما تسقع الكريمة اللي جوه دي بتكون مسكت نفسها تمام التمام. نيجي بقى لما نيجي نقلبها، قبل ما نقلبها لازم نحطها في حمام مائي شوية مية سخنين صغيرين علشان يطوروا بس أرضية القالب، تمام، عشان يسيحوا معانا الكراميل اللي تحت ونقلبها فتتقلب بكل سهولة. كده بسيطة جدا والدنيا سهلة قوي قوي. احنا اتسالنا السؤال وجاوبناه، بس لازم نقول عملنا ايه. لما الكيك قدره قادر بتطلع من الفرن بعد حوالي ساعه الا ربع لساعه الا خمس دقائق على حسب زي ما قلنا القالب اللي هو العالي بتقعد مده اطول عن القالب الواسع، تمام. فلما تاخد حوالي 55 دقيقه في الفرن وتطلع بنسيبها في درجة حرارة المطبخ العادية جدا لغاية ما تبرد تماما. بعد كده بناخدها زي ما هي بنغطيها وندخلها التلاجة علشان تتماسك والكريم كراميل يجمد كده ويظبط معانا، فبندخله التلاجة مش أقل من 3 4 ساعات، تمام، عشان الكيكة كده تتماسك كلها مع بعض. بعد كده بنطلعها، ما ينفعش أبدا أطلعها من التلاجة وأقلبها، اللي هيحصل إن هي هتتكسر من بعضها، هتتفرفت من بعضها،
ليه بقى؟ لان الكراميل اللي احنا عاملينه في الارضيه هو سكر، فبيدخل الثلاجه بيجمد، فمش هينزل من معايا من القالب، وكل حاجه هتطلع معايا مش مظبوطه. طيب علشان نسيح الكراميل اللي في الارضيه والكيك كله يتقلب معايا بكل سلاسه، لازم نحط القالب تاني في حمام مائي سخن، يعني صينيه اكبر فيها ميه مغليه مش عاليه قوي، يا دوبك شويه ميه مغليين بحيث ان هم يسيحوا ارضيه الكراميل، ونسيبها حوالي 10 دقايق كده في الميه اللي هي سخنه، تمام. وبعدين ارجع اقلبها بقى تاني، فهتتقلب بكل سهوله وتنزل معاكي كده، والكراميل اللي سايح عليها، وخطيره وسهله وبسيطه وساقعه كده ومرطبه في الصيف.